أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بفقرته الأخيرة عن قضية إبعاد الصبية عن مكانهم في الصف الأول. الصبية إذا كانوا تصح صلاتهم يكونوا مميزين فلا يجوز إبعادهم عن الصف الأول إذا سبقوا إليه، والمتأخر هو الذي قصر فلا يجوز إبعادهم عن مكان سبقوا إليه، وهذا أيضا يحدث عندهم شيئا من الحقد أو في نفوسهم على من دفعهم وأخرهم، وأيضا ربما يحدث عندهم تساهلا في حضور إلى الصلاة وتأخرا عنها. نعم.